السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب. يا رب دايما تكونوا بصحة وبسعادة دائما أبدا يا رب العالمين. كيف الأخبار؟ عليكم السلام، أهلا بيكم. يا رب دايما كده يا ممدوح، بنورك يا ممدوح، الله يكرمك يا رب. تمام، يا رب كده تكون يوم مر على خير ويكون اسبوع خير ان شاء الله. احنا في بدايه الاسبوع. منوره يا ايمي. الحمد لله، منوره يا ايمي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا بيك يا احمد، منورنا، ويا رب تبقى اضافه ليك باذن الله. عليكم السلام ملاذ. عليكم السلام يا ضياء، منور. في وجوه جديده معانا، فاتمنى ان احنا نستفيد النهارده في كورس جديد. يعني انا بنقدم هذا الكورس بالنسبه لي اول مره، واتمنى ان انتم تستفيدوا منه لانه كورس مهم جدا في حياتنا. بخير يا ملاذ، الحمد لله زي الفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ملاك. طبعا يا اول مره يحضر معانا، اول مره كورسات، الكورسات طبعا بتسجل في الدارين، وطبعا الشباب في رساله معانا باذن الله، وطبعا كل هذه المحاضرات موجوده في على الجروب الخاص بي على الفيسبوك. هبعت لكم دلوقتي اللينك بتاع الجروب للي حابب ان هو ينزل المحاضره باذن الله. دوت اللينك بتاع الاكونت، سوري، الجروب بتاعي على الفيسبوك، هتلاقوا فيه كل المحاضرات السابقه ليا، تقدروا تطلعوا عليها. ولو احتجتوا اي مساعده طبعا شيء يسعدني باذن الله. ربنا يكرمكم يا رب. الله يخليك يا ممدوح، وعليكم السلام يا كريم، منور. ده اللينك يا شباب بتاع الجروب بتاعي على الفيسبوك، تقدروا تنزلوا منه الماتيريال ان شاء الله بعد نهايه المحاضره. وده الاكونت الشخصي بتاعي على الفيسبوك، تقدروا ان انتم تتواصلوا معايا في اي شيء بعد المحاضره، في اي استفسار، في اي حاجه ليها علاقه بالمواد. يكون طبعا يسعدني جدا التواصل معكم باذن الله. اوكي، كله مستعد كده؟ مستعدين؟ الصوت واضح ليكم كلكم؟ تمام، على بركه الله ان شاء الله باذن الله. اوكي تمام. طيب اداره المواقف اوقات. الصوره اعتقد الصوره واضحه يا احمد، البرزنتيشن مش واضحه ليكم يا شباب ولا واضحه؟ اوكي زي الفل. تمام، فن اداره المواقف. اوقات لما احنا بنتعامل في حياتنا الشخصيه او حياتنا المهنيه، يبقى مش عارفين نمشي. اوكي، حاضر يا ضياء. تمام، سريعا اعرفكم بيا، يمكن ما حضرنيش قبل كده. انا دكتور ايمن ربيع، حاصل على بكالوريوس طب بيطري القاهره، مدير تسويق في احد شركات الدواء المصريه، متخصصه في ادويه القلب والاوعيه الدمويه، وحاصل على الماجستير المصغر في اداره الاعمال، ومعايا دبلومه في اداره التسويق من جامعه كامبريدج في بريطانيا، ومحاضر معتمد، مدرب تنميه بشريه معتمد من النقابه العامه للتنميه البشريه. ده باختصار. تمام كده؟ واتمنى من الله، بغض النظر عن كل اللي انا قلته ده، اتمنى ان انتم تستفيدوا مني، هو ده الاهم، بغض النظر عن سيرتي الذاتيه. الله يخليك يا رب. تمام. لا، هو المحاضره الصوت والبرزنتيشن اكتر عشان ما ياثرش على سرعه النت. يا احمد شرف ليا يا ضياء، ربنا يجازينا كل خير يا نور يا رب. الله يكرمك يا رب يا سندي، ميرسي جدا، ربنا يكرمك يا رب جميعا ان شاء الله باذن الله. طيب هنرجع تاني بقى لموضوع اداره المواقف. اوقات بنتعرض لمواقف كتير جدا في حياتنا، حياتنا الشخصيه، حياتنا المهنيه، ودايما بيبقى عندنا اختيارات، يا تعمل واحد يا تعمل اثنين، وساعتها بيبقى في نوع من التردد. طب هل انا اتصرف التصرف الفلاني ولا اسال ولا اعمل ايه بالظبط؟ كم واحد فينا اتعرض للحيره في اتخاذ قرار؟ كم واحد فينا لقى نفسه في حيره علشان يتخذ قرار؟ تهاني. اوكي، وعليكم السلام يا باشمهندس اشرف، منورنا.
ازاي حضرتك منور يا باشمهندس. كل واحد يعني حصل لكم موقف فيه تردد، موقف مش عارف تاخد قرار، موقف في اختيارات. الله يكرمك. كلنا الاختيار في الثانوي. تمام تمام يا احمد، كتير. احمد محمد الخولي بيقول كتير جدا، مدارس بتقول كتير. تمام. يعني احنا تعرضنا في حياتنا لمواقف كتير، وده نفس الموقف اللي ممكن نحس ان انت بتبقاش فيه على الحبل، خايف تخطو خطوه واحده غلط تقع. صح ولا غلط؟ مش اوقات كده يبقى عندك حاله من التخوف؟ يعني انا لو خدت الخطوه دي هتبقى خطوه صح ولا غلط؟ انا لو اشتغلت الشغلانه دي هي اللي انا عايزها ولا مش هي اللي عايزها؟ طب لو انا دخلت الكليه دي هنجح واكبر و و و ولا هبقى من طابور العاطلين اللي بشوفهم في الافلام وفي الحياه العاديه؟ وبالتالي محور الكورس ده يا شباب هو كيفيه ادارتنا للمواقف ايا كانت طبيعه المواقف. عشان كده الكورس ده هيبقى مختلف. ليه هيبقى مختلف؟ لانه هيبقى سرد المواقف والحكمه المنبثقه من كل موقف على حده. وبالتالي هو كورس مختلف شويه، اللي هو كورس بنوري مواقف حصلت على ارض الواقع وازاي نستفيد منها على قد ما نقدر، علشان زي ما بيقولوا كده كيفيه ان احنا نستفيد من اخطاء الاخرين، وفي نفس الوقت كيفيه الاستفاده من الاخرين لو اصابوا. مظبوط؟ مختلفين على كده؟ اوكي. تغاضى عن عيوب من تحب. هذه هي القصة الأولى اللي احنا هنحكيها يا شباب النهاردة. كل واحد فينا هيركز قوي في كل قصة ويتمعن فيها بشكل كبير جدا. اوكي؟ مين مقتنع ان مراية الحب عمياء؟ حد مقتنع بهذه النظرية؟ ها، مراية الحب عمياء دي. ايوان اوكي. احمد بيقول دي مدغدغه. يعني ايه مدغدغه يا احمد؟ sometimes. اوكي. ملاذ بتقول لا، فاطمه بتقول احيانا، منى بتقول ايوه، ساندي بتقول طبعا، لها بتقول اكيد. جميل. ها، يعني الاراء ما بين، في ناس كتير بتقول ايوه. محمد بيقول محمد بيقول احيانا. تمام يا محمد. احمد بيقول يعني المعاطفه في كل انسان. ما قلتش العاطفه بتقول هنا بتقود الانسان يا احمد، احنا بنقول ان الانسان لما بيحب حد ممكن يتغاضى عن عيوبه. يتغاضى عن عيوبه، ممكن يكون شايفها بس بيتغاضى عنها. عشان كده بنقول مرايه الحب عمياء، معنى انها عمياء، ان انت شايف العيب وبتتغاضى عنه. او مش شايفه خالص، دي قصه ثانيه طبعا. يعني هي طبعا اسوأ ان انت تكون شايفه خالص. هل انت مقتنع بهذه النظريه؟ في ناس قالت نعم، في ناس قالت لا، في ناس قالت احيانا، في ناس قالت sometimes، يعني ممكن اوقات او اوقات لا. تمام. احمد يقول بمقدار الحب. يعني على حسب الحب. حب فول باور فول اوبشن يبقى لو الحب نص نص يبقى نص نص. لو مفيش حب خالص اكيد مش هتبص على هذا الشخص او هتشوف كل العيوب كلها. منى بتؤكد على الكلام، بتقول صح على مقدار الحب. جميل، رائع جدا. وبالتالي انا متفق معاك، وان كل ما كان مقدار الحب اللي انت بتكنه للشخص اللي قدامك على مدى قدرتك على التغاضي هذه العيوب، ده شيء جميل ومؤكد ومش هنختلف فيه. وده اللي بياكده القصه اللي احنا هنحكيها دلوقتي، واعتقد في ناس سمعتها قبل كده. اوكي. ممدوح بيقول انا شايف اني مش اتغاضى عن عيوب من تحب، بس اتغاضى عن نفسي لفكره ان يكون عنده عيوب. ده اكيد طبعا، لان مفيش حد في الدنيا ممدوح ما عندوش عيوب. لكن فكره التغاضي التام وان مفيش عيوب اساسا، خلي بالك احنا نقول ايه تغاضى، انت بتتغاضى غير ان انت بتقول ان مفيش خالص. تمام. عليكم السلام. ادارها ليه وانا ادوي احلاها لازم لو لازم تتحل. ده اكيد، بس في عيوب ما بتتحلش، هي ممدوح وهنشوف دلوقتي.
ساندي بتقول لو الموضوع مش قاعدة، يعني انت بتبقى عندك فيها لان شايف حاجات محدش غيرك شايفها في الشخص اللي بتحبه، بس انت يالي مع الوقت مهما حاولت تتغاضى عنها مش هتقدر. مظبوط يا ساندي. ممكن اشوف مميزاته عشان اقدر اتغاضى عن عيوبه. تمام يا محمد، ده اكيد يعني انت مش هتشوف حد كله عيوب. وعليكم السلام يا ليلى ولا ليلى؟ عليكم السلام يا نانا. ساندي بتقول يعني في وقت مش هنقدر نضحك عن نفسنا ونعمل نفسنا مش شايفين. ده اكيد طبعا يا ساندي. اوكي طيب، نشوف بقى القصه. ليلى منوره يا ليلى، تمام كده. ايه القصه دي؟ ركزوا بقى معايا في القصه دي ونتمعن منها قوي. يقول لك كان في واحد هاجر بره بلده، ساب بلده وساب مراته وساب ولاده وراح ارض فيها حرب وفيها مشاكل وبعد ما خلصت الحرب رجع بلده، وهو مسافر عرف ان مراته جالها مرض الجدري، اصيبت بمرض الجدري. فكانت مراته جميله جدا، فطبعا لما اصيبت بمرض الجدري تشوهت بشكل كبير جدا. وطبعا الراجل اتضايق جدا لما عرف ان مراته فعلا اصيبت بهذا المرض. بعد كده لقوا الناس اصحابه ان الراجل اصبح ما بيشوفش، بقى اعمى، فعرفوا ان هو خلاص مش هيشوف تاني وكده، فودوه لحد البيت وكمل حياته بشكل طبيعي مع زوجته واولاده، ان هو رجل لا يرى اعمى. بعد كده بعد 15 سنة مراته ماتت، فوجئوا كل الناس ان هذا الرجل عاد مبصرا، بقى بيرجع يشوف تاني. طب ليه؟ عرفوا ان هو محبش يجرح مشاعر زوجته لما هيشوفها، وان هو حاول يقول ان هو اعمى في هذه المرحلة علشان لا يجرح مشاعره، وبالتالي حاول على قد ما يقدر انه يحافظ على طبيعة العلاقة الزوجية من غير ما يحسس زوجته بان هو حصل لها نقص نتيجة لهذا المرض. تمام، مش فكرة هرب من الواقع يا احمد، هو ما حبش يضايق مراته، ما حبش يضايق زوجته، حاسس ان لو هي مراته الجميلة اللي هو سايبها جميلة اصبحت مشوهة، وما حبش ان هو يجرحها ويجرح قرارتها وما حسش انها بتوحش، قال لها ان هو اعمى، وبالتالي هي ما حسيتش ان في فارق. لا، هو دايما خلاص هو في الذاكره هو شايفها الجميله اللي هو لم يتغير من شكلها ابدا. يمكن ايمي بتقول ان هو تعايش مع الواقع من غير ما يزعل. طيب نطلع ايه من القصه دي؟ ان احنا بنحتاج في احيان كثيره اننا نغمض عينينا عمن نحب في هفواته وزلاته، وحتى في وضع لا يوجد له حل من أجل سعادتنا وسعادة من نحب، ونكون ممن أغمض عينيه قليلا عن عيوب الآخرين وأخطائهم حتى لا يجرح مشاعرنا. يعني إيه الكلام ده؟ ليلى بتقول لا هو من كتر حبها ليه ما رضاش يجرحها. ما ده اكيد يا ليلى، انت طبيعي الانسان لما يكون بيحب حد ما بيحبش ان هو يجرحه، صح؟ وطبيعي الانسان لما بيحب حد هو اكيد شاف حاجات كويسه في الشخص ده عشان كده هو بيحبه، فطبيعي ان هو يتغاضى لو هذا الشخص عنده عيوب، عنده مشاكل، عصبي زياده عن اللزوم، متوتر زياده عن اللزوم، عنده مشاكل في التفكير، فهو مش هيسيبه علشان هذه العيوب، لانه اوريدي في مميزات في هذه الشخصيه، وهو في توازن. توازن ان هذا الشخص زي ما اكيد في عيب او عيبين، وده طبيعي جدا ان يكون في البشر عيب او عيبين، لكن اكيد في مميزات، اكيد في زي ما يقولوا كده ايه، منفعه. اكيد انت بتحب الشخص ده واكيد عشت معاه ايام حلوه، صح؟ هو اكيد ما وصلش لدرجه الكرامه يا احمد، هو احنا ما بنقولش ان الموضوع يتجاوز درجه الكرامه، احنا بنقول
ان زي ما هو متواجد، اوكي، الكرامه مصونه، واللي بيحب حد بيحافظ على كرامته، ودي هنحطها ما بين قوسين، اي شخص بيحب حد فبيحافظ على كرامته. لكن انت ممكن تلاقي ان الشخص اللي قدامك في عيوب، فانت بتنصحه بتوجهه، لكن مش لدرجه ان انت تسيبه، صح؟ لان اكيد في مميزات، واكيد انت نفسك فيك عيوب. هو زي ما هو بيتقبل عيوبك وبيحب مميزاتك، انت كمان يجب ان تتقبل عيوبه وتحب مميزاته. هي دي الحكمه اللي احنا بنطلع بيها من هذا الموقف. انت لما بتتقابل مع ناس كتيره، لما يبقى ليك اصدقاء، لما يكون ليك قرايب، لما يكون ليك اخوات، والدك، والدتك، كل الناس اللي حواليك دول اكيد فيهم عيوب وفيهم مميزات. لو انت فرقت نفسك انك تركز مع عيوبهم، عمرك ما هتشوف اي حاجه كويسه هم بيعملوها، وبالتالي هيأثر سلبا على علاقتك بيهم، وده مش مطلوب في علاقاتنا الإنسانية. ده مش مطلوب. المطلوب إن أنا بشوف الناحية الإيجابية، وطالما العيوب لا تؤثر على كرامتي ولا تؤثر على المبادئ والقيم والأخلاقيات، إيه المشكلة؟ صح. عليكم السلام، منور يا حسنين. اوكي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا شباب، اننا متى نتغاضى عن العيوب حتى لا نجرح الاخر. انا اقول يعني مثلا واحد اشطر مني بس بتاع مصلحته، بس اعرفه ليه اصلا؟ وده مش مطلوب يا احمد. احنا قلنا ايه في الاساس يا احمد؟ ان العلاقه علاقه متوازنه، علاقه فيها مميزات وفيها عيوب، ده الطبيعي. لكن ما يبقاش انت واحد بيعرفك عشان مصلحته وخلاص، اللي هو واحد بياخد منك بس وانت ما بتاخدش منه اي حاجه، ومفيش تبادل منفعه. هنا العلاقه مختله، هي اساسا علاقه خاطئه من الاساس. لكن انا بتكلم ان في بعض العيوب قد تتقبلها، قد نتغاضى عنها لان في مميزات اخرى في هذا الشخص. تاج الدين، مفيش انسان كامل، كلنا عيوب ومميزات، بس ايه نسبه العيوب الى نسبه المميزات؟ صح جدا يا تاج الدين. اوكي يا احمد، تمام كده. هقول لكم ليه الكلام ده؟ عشان انت في حياتك وفي شغلك وفي بيتك هتلاقي في عيوب، هتلاقي ان وقت من الاوقات حصل خناقه ما بينك وبين شخص، حصل خلافات ما بينك وبين الناس اللي حواليك. فهل ده معناه بقى ان احنا نقطع علاقتنا بالناس اللي احنا بنحبهم، او ان احنا ناخد جانب، او ان احنا نعيش في جو من التشاحن؟ لا، ده أكبر خطأ، وبالتالي ده أحد فنون التعامل مع المواقف، إنك تقيم الموقف بشكل واقعي وتشوف الإيجابيات مقابل السلبيات، وطالما الكفة راجحة للإيجابيات من الممكن أن نتغاضى ولو قليلا عن عيوب الآخر. مها بتقول طب دكتور، طب شخص ليه مش بيسامح خالص، المفروض نتعامل معاه إزاي؟ هنا يا مها لازم الشخص الذي لا يتسامح مع الاخرين ان احنا نوجهه ونعرفه ان التسامح قوه. الناس بتعتقد ان التسامح ضعف، وان التسامح الشخص المتسامح ده شخص ضعيف وما عندوش كرامه وما عندوش كبرياء، وده خطا. الشخص المتسامح هو اكثر الناس قوه، عنده قوه شخصيه وقوه تواجد وقوه كيان، وبالتالي بيترفع عن عيوب الاخرين، وبالتالي هو شخص متسامح. لكن الشخص اللي عنده مشكله في التسامح هو شخص عنده حساسيه مبالغ فيها، وبالتالي بيتعرض لضغط عصبي ونفسي كبير جدا. وعليكم السلام يا محمد منور. باشمهندس اقدر اقول صحيح، خصوصا لو كان قوي يقدر ياخد حقه، مظبوط جدا. فاحنا هنا لازم نوجه، لازم ننصح هذا الشخص علشان ما يفضلش في هذه الصيغة. خلاص، لو في شخص يعني ما بتتغاضاش بقطع علاقه فعلا، خلاص هو على فكره معنى ان انت بتقطع علاقه هي خساره برضك. يعني تخيل انسان من اول كبوه ومن اول مشكله بيقطع علاقته بالناس، اكيد ده شخص خاسر على طول الخط.
احمد بيقول في مرض في اخوان تحابى في الله اجتمع علي وتفرق علي، دول بقى ما بيغلبوش ايجابيات على سيئات ولا هو اكيد ما معنى ايجابيات يا احمد؟ ايجابيات معناها ايجابيات معنويه وايجابيات ماديه، مش معنى الايجابيات طالما انت بتقول هو ان الناس تحابى في الله وتفرق، اكيد كان في مشاكل في هموم، ولكن لازم في اي علاقه بنقيم الايجابيات مقابل السلبيات. ساندي بتقول ايوه يا دكتور، بس المشكله ان التغاضي ده بيتطلب ضغط كبير على الاعصاب، يعني مش سهل الواحد يعمل نفسه مش شايف اخطائه. احنا قلنا ما نشوفش، احنا قلنا نتغاضى قليلا يا ساندي. في فرق ان انا اغمض عيني تماما وما اشوفش اي عيوب، وده كارثه كارثه كارثه، وان انا لا في خطا ممكن اتغاضى عليه، يعني خطا بسيط خطا غير مقصود مقبول. لكن شخص اخطا هنا بقى اقول له انت اخطات واوجهه واحاول اوصل له. تمام، الفصل ده بيجي مع الخبرات يا فندم. اكيد الانسان في بدايه حياته غير كل ما بيتطور مع سنا وخبره، وبالتالي بيزداد النضج قدره على الفصل. تمام، فده لكن امتى اوصل لخبره كبيره ان انا يعني ادوس في التجارب وان انا اتعامل مع اكثر من مره في هذه الشخصيه. احمد بيقول طب لو في بديل ما فيهوش عيوب تاني والمدافع التاني اكتر منه افاضل ازاي وده موقف صعب؟ وهل من المنطقي يا احمد ان انت علاقاتك احاديه، يعني ان فلان يا فلان يا فلان؟ طب ما انت ممكن يكون في فلان وفلان وفلان وفلان، يعني تنوع العلاقات شيء مطلوب، وان يكون عندك اكثر من صديق جيد شيء كويس. وبالتالي هي القصه ان فلان لو عندي فلان كويس بس في عيوب وفي فلان تاني، انا في هذه اللحظه مش شايف الا مميزات. ما انت ايش دراك لما تعرفه اكتر تكتشف ان في عيوب، صح؟ فهي مش نظريه بدائل يا احمد، ولكن هي نظريه ان انت بتحاول انك تضيف لحياتك علاقات جيده وتستثمر فيها بشكل ايجابي. بالظبط كده يا اشرف، بناء صور كامله مش احاديه للعلاقه. وعليكم السلام يا ايمان، احنا بنتكلم عن فن اداره المواقف. تمام، القرار الصحيح. اوقات بنتحط في موقف عندك اختيارات، يا واحد يا اثنين، صح؟ يا تخش طب يا تخش صيدله، يا تخش علمي يا تخش ادبي، يا تخش تجارة يا تخش حقوق. تمام، دخلت صيدلة. تمام يا احمد، اوكي. دايما بتسأل نفسك ايهما القرار الصحيح، مظبوط؟ اوقات بنحط بيبقى في موقف بنختار اعتقادا مننا ان هو ده القرار الصح، وبعد كده نكتشف ان هو كان قرار خاطئ تماما. طيب نأكد الموضوع اكتر، ركزوا قوي معايا في القصة دي، قصة القطر. ايه قصة القطر دي؟ يقول لك كان في مجموعتين من الاطفال بيلعبوا من بالقرب من مسارين منفصلين لسكه حديد، عارفين اللي هو المزلقان بتاع القطر، فمزلقان القطر بعد كده بيتفصل لطريقين سكتين حديد، واحد متعطل واحد شغال. اوكي، يعني القضيبين دول في قضيب شغال وفي قضيب مش شغال. مجموعه من الاطفال قعدت تلعب على المسار اللي مش معطل اللي هو شغال، وطفل واحد قعد يلعب لوحده على القضيب اللي مش شغال. حلو، وانت شغلتك ان انت الراجل عامل التحويله، عارفين عامل التحويله بتاع القطر اللي هو بيغير القضبان الحديد بحيث ان القطر يتحرك من اتجاه لاتجاه. اوكي، فانت اصبحت الراجل اللي واقف على التحويله دي، والقطر جاي وبسرعه وموضوع ثواني، يا اما تخلي القطر يكمل في مساره
ويموت الأطفال الصغيرين اللي هما الخمس ست أطفال دول، أو تغير مسار القطر وتخليه يمشي في المسار التاني اللي فيه طفل واحد فقط، وبالتالي هيبقى طفل واحد بس اللي يموت. هتختار ايه؟ وايه النتائج اللي هتنعكس على هذا القرار؟ منى اختارت الطفل واحد، ان انت هيغير مساره ويمشي في الطريق اللي هو اللي ما بيمشيش عليه القطر. احمد قال يكمل في سكته. ساندي بتقول هيختار اتصال اقل، اللي هي مين يا ساندي؟ حددي. ملاذ بتقول الواحد اكيد. اميره بتقول بس الطفل مش ذنبه حاجه. تمام يا اميره، هتختار ايه طيب انت؟ الباشمهندس اعرف قال المنطق بيقول طفل واحد طبعا. تمام. ايمي بتقول طب ليه ما ينبه كل الاطفال يعدوا؟ خلي بالك عامل التحويل بيبقى بعيد يا ايمي، هو شايف العيال مع بعض. الاثنين صعبين دخلون. اوكي. احمد انور بيقول الواد الصغير ملوش دعوه، لكن الناس الثانيه عارفه. تمام. اوقف اقف، يعني هيوقف القطر؟ لو وقف القطر القطر كله هيتقلب يا داليا. اعرض يقول هيجروا. تمام. يا نهار اسود يا حسنين، هتفجر القطر. تمام. ملاذ بتقول احنا نسينا ان في ركاب في القطر، فاعتقد ما يغيرش مساره. تمام يا ملاذ. ايمي هتقعد تعيط، دي قصه ثانيه خالص يا ايمي. ساندي بتقول هغير مسار القطر طبعا. اميره بتقول حيره ما بين القلب والعقل. تمام. ثاني دلوقتي تمام. اميره كانت بتقول حيره بين القلب والعقل. امه الله الدعاء. تمام يا امه الله، بس في حاجات ما ينفعش فيها الدعاء فقط. اعمل ايه قلب قريب؟ يا نهار اسود يا حسنين، ده انت هتموت الناس كلها. بقى بتقول موقف صعب بجد. نوره قرار صعب بس لازم تاخديها. نوره احمد بيقول ما هي دي المشكله، قلبك ولا عقلك؟ تمام، هتاخد قرار خلاص. القطر بيتحرك وبيقرب، ويا اما تغير مساره يمشي في الطريق اللي على سكته معطله. تمام. بيعمل ايه؟ ما هو اكيد القطر بيمشي بيدي اشاره تنبيه. تمام. اميره بتقول من العدل انه يمشي في طريقه، يعني موت الاطفال الصغيرين. تمام. بس ما هو اصلا غير رايه لايه؟ واضح الموضوع صعب جدا عليك. كما على طول المسار المعطل ممكن يقتل الطفل ويتقلب القطر. تمام. حسنين اتعطل السكه ازاي يا حسنين؟ ده السؤال. تمام. تهاني بتقول في طريقه والتنبيه هيبعد الاطفال. تمام يا تهاني. اميره بتقول انا عن نفسي بحب العدل. اوكي. ملاك بتقول هذا هنا قصه حياه او موت، وفي حياتين في موت، هنختار اقل الضررين. اللي هو مين يا ملاك؟ طفل القطر. حسنين واضح ان انت عمرك ما ركبت قطر. لانه عارفين ان في قطار قادم. تمام يا تهاني. اغير، ما هتبعديه ازاي الطفل؟ ده السؤال يا ايمان. ليلى بتقول هو ما عندوش غير الطريق الشغال ويشغل على التنبيه. تمام يا ليلى، ده صحيح. دوس الطفل امر الله، لا اله الا الله. تمام. عليكم السلام يا نهى، وان شاء الله اطفال في الدنيا. جميل جدا، يعني بدانا نقرب. بس خلاص. اوكي. القرار الصحيح. احمد بيقول العيال الصغيره عارفين ان الطريق شغال، لان الولد الثاني ما بيعرفش فيه، فمش ذنبه انه يموت في اول، فالاول ما القطر يجي العيال الصغيره هيجوا. جميل، هو ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. القرار الصحيح ان انت ما ينفعش تغير مسار القطر. ليه؟ اول حاجه الاطفال اللي بتلعب على مسار القطر العامل هم عارفين القطر ده هيمشي عليه. بالظبط يا باشمهندس، صح جدا. وبالتالي مجرد ان هم هيسمعوا السيرينا بتاعت القطر من بعيد هيجروا. صح كده؟ يعني كنا بنشوفها كده، العيال الصغيره كده اللي هم بيلعبوا على سكه القطر، عارفين القطر بيضمها من بعيد، يبتدوا ايه؟ القطر جاي، القطر جاي، يقوموا جايين بعدين عن ايه؟ عن القضبان. وبالتالي خلاص هم عارفين، هم بيلعبوا وعيال مقصره وهيودوا ابوهم وامهم في داهيه، بس مفيش مشكله، هيهربوا او يسمعوا صوت القطر. فبالتالي لو هو غير مسار القطر، الطفل اللي بيلعب في المسار المعطل هيموت 100%. لا ده واحد عبيط، فده يستحق ان هو يموت يا حسنين، دي قصه ثانيه. اوكي؟
لكن الطفل اللي بيلعب في المسار المعطل هيموت. ليه؟ لانه مش هيتحرك من مكانه، لانه هو عارف ان هو قاعد في المسار اللي القطر اساسا ما بيمشيش عليه. هو عارف ان السكه دي القطر مش بيعدي عليها، فمش هيتحرك من مكانه. على عكس الاطفال، لان عارفين كده كده القطر هيعدي من هنا. تمام كده؟ صح؟ طيب، وايش جراح حضرتك زي ما انت قلت برضه؟ ما هو اكيد القطر ما بيمشيش على المسار المعطل ده لانه اكيد في مشكله. فممكن القطر يمشي في المسار المعطل والقطر كله يتقلب. فكده هتبقى الخساره اكبر. صح ولا غلط؟ فممكن يموت كل الركاب بتوع القطر. مظبوط؟ وبالتالي صح، توقعته مظبوط. صح كده؟ هو انتوا في الاول وخلصنا تمام يا ولاد. صح، في الاول اول ما الفكره جت فيكم كلكم كانت غالبيه ان هم قالوا خلاص ده القرار الابسط، ان انت ما فيش مشكله، طفل صغير يموت بس مجموعه الاطفال الصغيرين ما يموتوش. ده كان توجه وده كان ليه منطق، لان انتوا فكرتوا بشكل سريع. صح، لكن لما تمعنا اكتر ده انت مش بس ممكن الطفل الصغير هو اللي يموت، ده كمان كل الاطفال كل الناس تبقى. تمام، مظبوط يا حسني، عليكم السلام يا صفيه. وبالتالي بنطلع، تذكر دائما ان الصحيح ليس دائما شائعا، يعني مش الفكره الشائعه هي دائما اللي صح، وان الشائع ليس صحيح دائما، يعني مش طالما اللي هو كل الناس تخش طب، اصل الطب دي كليه قمه. ما انت ممكن تخش طب وتطلع دكتور فاشل. ايه المشكله؟ صح؟ او ما فيش لو دخلت حقوق فدي كليه فشله. طب ما انت ممكن تكون تطلع محامي شاطر او وكيل نيابه شاطر. اوكي؟ فليس الشائع صحيح دائما. وبالتالي ابعاد العواطف عن القرارات المصيريه والحاسمه غالبا ما ينجيك من عواقب وخيمه انت في غنى عنها. احمد بيقول طبعا عمليه المفاضله بين القلب والعقل طبعا دي صعبه جدا، خصوصا ان قرار هذا الجواز بتكون قوه القلب اكبر في اتخاذ القرار. فانت تعرف الله ولا قلبك فيه شهوه كبيره وعقلك بيرجح ده اصعب قرار. ركزت في الجمله الاخيره يا احمد، ابعاد العواطف عن القرارات المصيرية والحاسمة. ما ينفعش تاخد قرار مصيري وحاسم وتاخده بناء على العاطفة. كارثة، قرار قائم على العاطفة بالذات القرارات المصيرية والحاسمة يعني الفشل بنسبة كبيرة جدا. دايما خلي قرارك بالذات إذا كان قرارا حاسما ومصيري قرار قائم على العاطفة. تمام؟ أحمد يقول طب بالنسبة للسيرة الكلية أنا ما عندكش خلفية اصلا عن اي كليه. ده اكيد يا احمد، لكن اكيد ودي القاعده الاساسيه يا احمد، مش الفكره مش في الكليه، ولكن انت لما تختار كليه لازم تبقى عارف ايه مجالات العمل بتاعت الكليه، وده السؤال اللي احنا دايما ما بنسالهوش. هل انت دورت سالت ان الكليه دي الناس بتشتغل بيها ولا ما بتشتغلش؟ هل هتبقى اضافه ولا مش اضافه؟ هل اللي بيخشها بيخرج قاعد على القهوه ولا بيعمل ايه؟ ده السؤال اللي الناس بتنسى انها بتاخد عنوان ان هو هيخش كليه قمه، لكن ما يعرفش ايه مجالات الشغل بتاعته. اكيد طبعا الاستقاله هتساعد يا امه الله، ولكن دايما زي ما كده يعني ربنا بيقول لنا ايه، اعقلها وتوكل. دايما اعقل الامور الاول وبعد كده بتوكل على الله. صح كده يا امه الله؟ ازهار بتقول طيب اتولدنا وخلصنا نغير التخصص طيب ولا ايه؟ لا خالص يا ازهار، مين المشكله؟ نحاول بقى ان احنا نطلع ناجحين ونحاول ان احنا نطور في نفسنا عشان نبقى اكثر نجاح. مفيش حاجه اسمها التوارد، انا يعني مريت التوارد دي، لا انسان ممكن، حتى ان انسان ممكن يغير كارير، يعني يغير وظيفه بحد ذاته. يعني تبقى ده 7 سنين ولا 5 حقوق ولا 1000 ولا اشتغل وقاعد في القهوه ولا اشتغل مترجم، زي ما اتفقنا دور على وظيفه اللي انت تبقى ناجح فيها يا احمد وان يكون ليها مستقبل. حسين بيقول سؤال كمثال، احنا في حاله حرب وجاء امر رئيس الاركان بقتل 200 طفل اقتله واكثر الحرب ولا انسحب وقت الحرب، يعني تبقى العقل والعاطفه ساعتها. بص يا حسين، يعني الموضوع ده ليه علاقه بالحروب. اوكي؟
انا ما دخلتش جيش عشان ما فيش يعني. بس اكيد كل امر له تبعات وله عقبات يعني. بس ما اعتقدش ان في حرب بين طفل يعني، اعتقد صعبه قوي يعني. والله على العالم يعني، طبعا دي هتتوقف. ممكن الانسان يقول ان هو مش يعني، لا اعتقد في الانسحاب في بعض الحروب بالذات معناها محاكمه عسكريه، ده حسب خلفيتي من القراءات يعني. ممدوح بيقول لكن نبقى مخلوقات بعواطف صعب ايه تعطيها، ده اكيد، لكن ما يبقاش هي القرارات هي الاساس. اظهر طول لا والله حياتي لا هو هم، لاني مش محاط تخصصي اي بصمه وانجاز، وبالتالي ما اقدرش ادرس اعمل ايه. لا والله حياتي هم، لاني مش محاط تخصصي اي بصمه وانجاز. خلاص ممكن نعرف بس امكانياتك ايه الاظهار، بناء على ده نقدر نحدد ايه الوظيفه اللي تصلح للازهار، وبالتالي يبقى ليكي بصمه فيها باذن الله. ودي ممكن اقول لك على الطرق يا ازهار اللي تساعدك في حاجه زي كده بعد المشروع. اوكي؟ ان شاء الله باذن الله. احمد بيقول بالنسبه بقى احنا مصممين على مقاييس، السؤال الاصعب بالنسبه ليا هجاوبك عليه في نهايه المحاضره يا احمد، لا ما تنساش. اوكي؟ هقول لك في نهايه المحاضره باذن الله. القصه الثالثه انواع الاكواد. خلاص يا ازهار انا يعني تاني ادي الاكونت الشخصي بتاعي يا شباب، اللي حابب ان هو يتواصل معايا بعد نهايه المحاضره مفيش اي مشكله، ده الاكونت ولا يهمك يا ازهار، ده الاكونت الشخصي بتاعي يا شباب، اللي حابب ان هو يتواصل معايا في اي وقت في اي استفسار في اي تساؤل، ده شيء يسعدني. ميرسي جدا يا مريم منوره. تمام فربنا يكرمكم يا رب، ربنا يجازيك كل خير، مفيش اي مشكله، بتلقى كل الاسئله والاستفسارات في اي وقت. اوكي ربنا يبارككم. القصه الجايه دي مهمه جدا، انواع الاكواد، وبتحصل كتير بقى لينا يعني. يعني القصات اللي فاتت يعني بنختلف عليها، لكن القصه دي مهمه جدا. ايه بقى القصه دي؟ بيقول لك ان في الجامعات الاجنبيه من التقاليد الشائعه ان الخريجين لازم يقعدوا، ربنا يكرمك يا رب يا مريم يا رب، دايما الخريجين في بعد ما بيتخرجوا بيتجمعوا بقى مثلا مره في السنه عند مثلا مع بعض في الكليه، بيشوفوا بعض، بيشوف مين اللي نجح، مين اللي اتجوز، مين اللي خلف، وهكذا، تقليد يعني. تمام؟ ف بعض الخريجين اتجمعوا كده وقالوا نروح لمين؟ للاستاذ بتاعنا في الجامعه ونطمن عليه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. حلو، قعدوا وكل واحد بقى اللي عنده مشاكل وقال انا عندي ضغوط، واللي بيقول انا مش محقق ان ذاتي، واللي بيقول ان هو مش ناجح في شغله، و و و كله كلام هموم مشاكل مشاكل مشاكل. حلو، واللي مراتي منكده عليا، واللي العيال مطلعه عيني، وهكذا. المهم فالاستاذ دوت سابهم وراح جاب صينيه فيها القهوه، وجاب كوبايات مختلف الاشكال. تمام، في اكواب صيني فاخره، واكواب ميلامين، واكواب ازاز عادي، واكواب بلاستيك، واكواب كريستال. في اكواب كانت في منتهى الجمال والروعه وغاليه جدا، وفي اكواب رخيصه جدا، هي الاكواب البلاستيك والاكواب العاديه. وطلب وقال للطلاب بتوعش اتفضلوا كل واحد ياخد كوبايه ويشرب. تمام، يعني كل واحد يصب لنفسه القهوه، ويعني يختار الكوبايه اللي هو عايزها ويصب القهوه. تمام كده؟ طبعا في موقف زي ده انتوا هتختاروا انهي اكواب يا شباب؟ انت دلوقتي قاعد وقاعد في قاعده وفي كوبايات كريستال، وفي كوبايات ميلامين، وفي كوبايات صيني، حلو؟ وفي كوبايات ازاز عادي، وفي كوبايات بلاستيك، هتختاروا ايه؟ الباشمهندس اشرف قال ابسط واقل نوع، وجهه نظر يا باشمهندس، ماشي. حسنين قال يختار الكريستال، اوكي؟ بقيت الشباب هيختار ايه؟ بامانه بامانه امانه الله، اكيد 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 الفخمه. تمام، نوع قالت كريستال، ملات قالت الزجاج، الاء قالت انا هختار الصيني. تمام يا الاء، لا احنا هو بيقول لك كل الاختيارات يا داليا، يعني بيقول لك يعني انت اختاري الكوبايه، انت على مستواك الشخصي هتختاري ايه؟ صفيه بتقول الزجاج، ايمي قالت انها شكلها نظيف. تمام اوكي، في شاي، في شاي يا اميره، ما تقلقيش لو المشكله في القهوه مش في شاي يا اميره. اوكي، هنا قالت الزجاج، اوكي. اوكي ماشي يا بقى. تمام. ليلى قالت انا مع ايمي، تمام.
ملاك قالت صيني، تمام، الكوبايات الصيني. ممدوح قالت انا هاخد الكوب، انهي كوب فيهم يا ممدوح؟ تمام، ده بيج، انت هتاخد الكوب الكبير. تمام، اوكي، اسف يا ممدوح، انا اسف. تمام، ممدوح هياخد الكيوكي. تمام، كريستال تاني بعدها قالت زجاج يا سيدي. المحتوى واحد في الاخر، صح، هو ده اللي حصل، هو ده اللي قاله لهم. انتوا كلكم اخترتوا الاكواب الجميله وناس تجنبت الاكواب العاديه. تمام، كل واحد اختار الحاجه اللي شكلها حلو من بره، على الرغم ان المحتوى واحد، كله قهوه، كله شاي، اللي عايز يشرب شاي. تمام كده، لكننا تهافتنا على الاكواب الجميله الثمينه، وكل واحد بص على كوبايه اللي جنبه. حلو كده، يعني هي احلى ولا اقل؟ لا تمام، حاسين بيقول انه بتشعر في متعه وانت بتشرب في الكريستال. يا سلام، مش عارف ايه المتعه اللي هتشرب من كريستال، بس اوكي يا حسنين، انا ما بحسش ان دي فرق، يعني لو في الاخر هو قهوه او شاي يعني. تمام، وبالتالي دايما كده، لو كانت الحياه هي القهوه والوظيفه والمال والمكانه الاجتماعيه هي الاكواب، فهي مجرد ادوات بتحوي الحياه ونوعيه الحياه اللي هي القهوه، تبقى نفسها لا تتغير، حياتك هي حياتك ايا كان الاطار اللي انت فيه، ايا كانت وظيفتك، ايا انت معاك فلوس كتير ولا معاك فلوس قليله، ايا مكانك فعلا انت وصلت لها، هل انت في مكانك معايا كبيره ولا مكانه صغيره؟ في الاول انت وفي الاخر هي حياتك، لكن لما هتركز بس على الكوب فانت بتضيع فرصه الاستمتاع بالقهوه اللي هي حياتك. بقول لك ايه؟ ما تهتمش بالكوب والفناجين، اهتم بالقهوه، اهتم بحياتك انت، مش الشكل الخارجي اللي انت حابب تحطه. اهالي بتقول بما ان اختار واحد ولدي فرصه اختيار، لما لا اختار الافضل؟ ده اكيد طبعا يا تاني، بس المشكله عارفه ايه يا تهاني؟ ان احنا بنبتدي نركز قوي قوي في الاطار، لدرجه ان احنا ما بنشوفش الحاجات الحلوه اللي في حياتنا. عارفه زي مثلا واحد يكون عنده عربيه مثلا، واتفر، عربيه فيرنا، اوكي، وابقى متضايق وزعلان. طب يا ابني ليه زعلان؟ اصل انا كان نفسي يبقى عندي عربيه مرسيدس. طب انت معاك فلوس تجيب مرسيدس؟ لا، ما عنديش فلوس اجيب مرسيدس. طب هل ده معناه ان انت تعيش حياتك متضايق عشان ما عندكش عربيه مرسيدس؟ طب ما هو ربنا كرمك وجاب لك عربيه، طب ما في غيرك معهوش عربيه اساسا. صح، القناعه، مظبوط يا تهاني. الحمد لله، مظبوط كده، ان انت اوقات من كتر ما انت فكرت في الاطارات الخارجيه، في الفنجان والقهوه والكريستال والصيني، نسيت انك تستمتع بالحياه نفسها. بالظبط يا منى، لازم الانسان يقنع نفسه عشان يبقى مبسوط وسعيد. وخلي بالك ان انا ارتضي بما قد قدره الله لي، يعني ربنا قدر لي اشياء وبحمد ربنا عليها وخلاص، بس طبعا ده لا يعني ان انا ما اطمحش، لا اطمح ويبقى عندي طموح واحاول اوصل، و ده بالتاكيد، بس استمتع بما املك علشان اقدر بعد كده اوصل للي نفسي فيه. ودي كارثه طبعا يا خلود، ان انا اهتم بس بالمظاهر، دي كارثه. ودايما الانسان اللي بيهتم بالمظاهر دايما انسان بيعاني من ضغوط عصبيه ونفسيه كبيره جدا، زي مثلا الواحده اللي بتهتم جدا بجمالها لدرجه ان لو في تجاعيد ظهرت تتضايق وتزعل، تفضل في حياتها طول حياتها في اكتئاب. بالظبط يا ازرار، طبعا الرضا شيء مطلوب جدا، القناعه كنز لا يفنى، مظبوط جدا يا عمت الله. بالظبط، نفكر في مشاكل المستقبل وننسى الحاضر، لا، احنا بنعيش الحاضر يا ممدوح، بس في نفس الوقت نخطط للمستقبل. والراجل يدفع. تمام كده يا باشمهندس، عشان كده بقول لك ايه، في واحد مثلا ربنا بيكرمه في ال ان واحد ربنا يكرمه يتجوز واحده جميله جدا،
ولكن هو عنده قناعه ان في غيره اتجوز واحده احلى من مراته. طب ليه؟ انت ربنا اكرمك بزوجه كويسه او اتجوز زوجه صالحه، او واحد مثلا بيقعد في مطعم فبيدور ايه اغلى اكل عشان ان هو ياكله، تمام كده وهكذا. اربعه يتجوز اربعه تمام. ففي واحد يقوم طالب اكل وبعد كده يبص الناس الثانيه كانت ايه ليه، فيشوف فيتخيل ان الاكل الثاني هو احلى من الاكل اللي هو طلبه وهكذا. وبالتالي يجب ان نعلم ان الله الذي انعم علينا بالنعم هو اعدل العادل. تاج الدين بيقول بالضبط تطلع له بخيار مش هيخليه يستمتع بالحاجه الا اللي معاه. مظبوط طبعا يا تاج بالضبط يا خلود، ده اكيد مرض، وبالتالي احنا مش عايزين نعيش في هذا المرض. ليه كده؟ تمام. القصه اللي جايه بقى قصه مختلفه شويه. قصه هل اعلمه الادب؟ سمعتك يعني تسمع الكلمه دي قبل كده؟ يعني واحد بيقول لواحد ايه؟ تخيل ان انا كان المفروض اعلمه الادب؟ او الراجل ده مش متربي ولازم اعلمه الادب؟ مش فاهم؟ الاء بتقول كتير، تمام يا الاء؟ كتير حسنين برضه. اوكي؟ نسمع الكلمة دي كتير، نسمعها في الشارع، نسمعها في التلفزيون، نسمعها في كل حتة. طيب، في واحد أدبه وعلمه الأدب، يا سلام يا حسنين. أوكي، يقول لك في واحد كل يوم بيشتري الجرايد. تمام؟ وبياخد الجرنان وبيدفع ثمنه وبيمشي. لكن سبحان الله كل ما يسلم على الراجل يقول صباح الخير السلام عليكم، اي سلام الراجل ما بيردش عليه عادي، هو اتعود على كده، يخش السلام عليكم ما يردش الراجل، يشتري الجرنان ويمشي وهكذا. طيب وبرضك في كل مره كان في راجل ثاني بيشتري معاه الجرايد، والراجل الثاني برضك ما بيتكلمش يعني كده. فجاه الراجل اللي ما بيتكلمش دوت طبطب على كتفه قال له هو انت ليه كل مره يعني بتلقي التحيه للراجل صاحب الكشك؟ الراجل بتاع الكشك انت كل مره بتيجي تسلم عليه وهو ما بيردش عليك. ليه يا عم؟ ليه كده؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ تمام؟ فالراجل قال له يعني هو ايه المشكله ان انا يعني اسلم عليه؟ يعني تحيه الاسلام حتى يعني ايه المشكله يعني؟ طب الراجل الثاني يقول له يعني هو انت طب سمعت من الراجل طول المده دي؟ قال له لا. قال له يعني طالما انت ما بتتلقاش يعني طالما بتدي تحيه على حد وما بتردهاش. قال له طيب انت شايف يعني انت شايف ايه المشكله؟ قال له انا شايف ان الراجل ده قليل ادب، واحسن حاجه ان انت ما تسلمش عليه اساسا. قال له يعني انت في رايك ان الراجل ده قليل ادب؟ قال له اه. قال له يعني انت عايزني اتعلم منه قله الادب؟ ولا انا اللي اعلمه الادب؟ يمكن الاء بيقول ممكن يكون اساس او اخر. لا هو لا هو بيسمع يا الاء، هو بيستاذ. فاهم كده؟ اخر جمله يعني انت عايزني اتعلم منه قله الادب وما اسلمش على الناس، ولا عايزني انا اعلمه الادب ويمكن يتكسف على نفسه ويرد السلام؟ صح؟ اوقات كتيره نبقى ماشيين في اتجاه سليم نكون احسن منه. صح، امة الله بتقول غلط طبعا لازم نلتمس الاعذار، ده اكيد طبعا يا امة الله. بس انا هنا بقى هطلع منها حته مهمه جدا ليك يا شباب. اوقات بتشتغل وتكون انت الشخص الوحيد اللي بيشتغل وكل اللي معاك في الشغل مريحين دماغهم وما بيشتغلوش. صح؟ فواحد صاحبي يقول لك ايه يا عم انت ليه طاحن نفسك؟ ليه انت بتشتغل؟ ليه ده كل الناس اللي قاعدين ما بيشتغلوش؟ ساعتها بقى هتقول ما هم كلهم ما بيشتغلوش يعني هم كلهم ناس فاشله، فالمفروض بقى ان انا ابقى فاشل زيهم ولا اشتغل اكتر وابقى قدوه اكتر عشان هم يبقوا زيي؟ تمام؟
هلا بتقول ايوه انا كده صح والله، بس صار معايا موقف شبيه واخدت حكي كامل ومكمل. تمام يا حسنين، خدت حقي كامل، ده جميل جدا. انا لازم براعي رمي، مظبوط جدا يا ولد، ده اللي احنا نقوله. ما ينفعش ان انت تبقى رد فعل لسلوك الاخرين، يعني سلوك الاخرين بيساوي ده انت تسرق معاهم، هو مش بيعمل حاجه صح عشان انت تقلدهم، بالعكس الحق احق ان يتبع. اعمل بحق اجري، مظبوط يا عبده. ريان احمد النار بيقول انا شايف ان دي مثاليه مش موجوده في واقعنا، انت لو نزلت شبه الخيمه بولاء انفاذه لو ما اتعلمتش نفس الرقم هيستهيفوك، وده غلط برضك يا احمد. مين قال؟ مش انت برضك في شبه الخيمه وانبدا والبولاء مش بتلاقي ان في شخص كده الناس بتقدره وبتحترمه وبتسمع كلامه، وتلاقيه راجل عادي جدا وراجل طيب؟ لا انا مش بشوفه بقى يا احمد. بيكون ليك شخصيتك، تمام؟ هو المشكله ان هو بيشوف ساعتها انها سرقه ما تستناش من سم اخر. مظبوط يا باشمهندس، ده اكيد طبعا. اوكي؟ بس خلي بالك، ما انت ممكن كل الناس دي تكون بتسرق، كل الناس دي بتشتم، كل الناس دي بس هل الناس بيبقى بتقدروا بتحترمهم؟ المقارنه بقى هات شخصيه، اوكي؟ المحترم ده شخص ضعيف، ده غلط. في اشخاص أقوياء ومحترم، ايه المشكله؟ تاج الدين بيقول ساعات ليلى، ليلى تقول مهما مشيت في الطريق طول ما انت عارف انك صح الطريق، طول ما انت عارف انك صح افضل خليك زي ما انت وما تسمعش كلام الناقدين، طالما انك عارف انك صح وماشي على الطريق الصح. مظبوط جدا يا ليلى. بعد ليلى تاج، في قبل تاج الدين، تاج الدين ساعات احنا بنحكم على الاشياء من وجهه نظرنا فقط، ده غلط برضك يا تاج. في قصه ان في واحد مره في واحد قاعد في القطر وشاف راجل كبير بيبص من الشباك وفي حمام الطيور، بيقول لابوه شوف الطيور ازاي بتطير، بتطير في السماء. ففي راجل قال لوالده ابنك معوق ذهنيا لازم توديه للدكتور، ده بيتصرف باقل من سنه. قال له ابوه هو فعلا لازم، لسه راجع من دكتور العيون ودي اول مره يشوف فيها. معاك صح يا تاج، انا طبعا قصه مؤثره، انا سمعتها قبل كده فعلا، ان مش الناس بتاخد بالظاهر من الطفل اذا كان ده فعلا اقرا. احمد بيقول هو انا عارف ان ده غلط، بس انت لو مش قوي وطال عليك مش هيحترم، مش هيحترموك غير بقوتك. لا ده مش احترام، ده خوف يا احمد، ده عمره ما يكون احترام، ده خوف، ده ايام الفتوانه كده. خلود تبدا كلمه انا مش فاهمها، حاول تفهمها لي يا خلود. حضرتك بيقول انا كنت عامل في قسم فيه 7 اشخاص، كان الجميع مهملين في العمل الا اني كنت اشتغل بتميز، حصلت على شهاده شكر وصرت المشرف عليهم في اقل من سنه. برافو احسنين، شارك في عالي في عمل وخدتني، والله رائع جدا، وده مثال جيد جدا يا حسنين. خلود بتقول كتير مواقف زي دي بتتفهم غلط. تمام. انا بقول اي كان احترام خوف، المهم ان هم يبعدوا عنك. تمام. يعني يا احمد انا شايف ان انت ما ينفعش تبقى رد فعل الاخرين، لان كونك هتبقى رد فعل هتنساق بالاخرين حتى لو انت تخيلت انت اللي بتفكر. كيف اصبحت كيف امسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم؟ يعني انت من تزرع ومن تحصد، ما تكونش رد فعل. انا هرجع تاني اقول لك، انتوا من تفرضوا اسلوبكم على الناس وليس العكس. ما تكونش انت رد الفعل لافعال الاخرين وامنياتهم واحلامهم، انت من تقود التغيير وليس الاخرين هم من يفرضوا عليك التغيير. القصه اللي بعد كده اسمها من زاويه محدده. دي قصه شهيره شويه وان كنت احكيها لكم برضك، اللي هو ايه الكلام النظري يا احمد؟ ان انت تتعامل مع الناس باحترام، وان انت تبقى قدوه للناس، وان انت تلاقي ناس تتمنى ان تكون انها تكون زيك، ده كلام نظري؟ ولا ان انت تبقى بتبلطج؟ على فكره يعني في المناطق المعينه انت بتتكلم فيها، المناطق المعينه انت بتتكلم فيها، فيها الكويس وفيها الوحش، ليست كل المناطق العشوائيه في، على فكره فيهم دكاتره وفيهم محاسبين وفيهم مهندسين وفيهم ناس في قمه الاحترام والتقوى. تمام؟ وانا على فكره يعني دول الكلام ده من درجي عاجي، لان انا عشت في مناطق زي كده، يعني ما مش غريب عنها. تمام؟ بس في المناطق اللي انت تقول عليها دي بيقول لك ده فلان الفلاني ده شخص محترم، ده لو حد لمسه المنطقه كلها
تطلع على الشخص اللي بيزعق، صح يا احمد ولا ما بيحصلش؟ عليكم السلام يا لولا، منوره. عليكم السلام يا الياس. الباشمهندس قصده بيقول انا من نفس منطقه شبرا الاخيره، والموضوع بيتعلق فقط بالمحيط اللي انت اخترته يكون مقرب لك او انت مقرب له. مظبوط طبعا يا باشمهندس، صح. فده اللي انا بتكلم فيه يا احمد، يعني هي مش فكره الطريقه، لكن في ناس بتستسهل، عارف ايه؟ زي مثلا اللي هو بيبقى شايف نفسه قليل قوي فبيحاول هو يكبر نفسه. في انسان بيكبر نفسه بالعلم بالمجهود وبالاخلاقيات ان هو فعلا يكون كبير في المقام، في واحد بيكبر نفسه بالبلطجه، بيكبر نفسه بالصوت العالي، بيكبر نفسه ان هو بقله الادب، وده بيكبر نفسه برضه، صح. بس هل هو كسب احترام الناس؟ هل هو كسب بالدراع؟ مظبوط كده يا ايمي. هل هو كسب ان الشخص ده لو فقد قوته في لحظه ايه اللي ممكن الناس تعمله فيه؟ اعملوا فيه ايه؟ هتمرمطوا. مظبوط يا حسنين، صح. مظبوط يا جماعه، خلصوا عليه. ده حقيقه على فكره، هو دايما زي زمان ما كان في حاجه اسمها الفتوه والشخص اللي بيبلطق على الناس، فده شيء جميل جدا، وقع خلاص السكاكين بتكتر عليه. وقت الصراع بيبقى واقف امام المحترم وكانه من جواه حد بيقول انت اللي قليل الادب مش هو، صح يا باشمهندس. احمد بيقول بس الراي العام يعني ما تقوليش اللي بيروح للدكتور نفساني مجنون واحنا اللي هنقول عليه مريض. بمعنى ايه يا احمد ان الراي العام يعني بيقول ان هو مريض؟ عشان مش فاهمها بس. الياس بيقول لا طبعا ان الله متحكم في القلوب ولا يمكن ان يحبوه هو في وهم. مظبوط طبعا يا الياس، ملاذ بتكبر كل ما كنت تتعامل بنقي. ده اكيد طبعا يا ملاذ. لولا بتقول انا احيانا ارفع صوتي على التلامذتي فيا ويلي منهم. تمام يا لولا، لا التلاميذ دي قصه ثانيه. طبعا ليس ليا القوه بالسرعه، ليس القوي بالسرعه ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. ده حديث شريف طبعا يا حسنين. اوكي، وعليكم السلام يا احمد، منور. الراي العام مهم. ايه هو الراي العام بقى يا احمد عشان ابقى فاهم ما هو الراي العام في وجهه نظرك؟ يعني مش كل الناس فاكره انك لو في خناقه وما تضربش اللي قدامك وانت الدين بيقول لك عفو عنه. ما هو العفو عند المقدره يا احمد، انت هتعفو امتى؟ لو انت القادر، لكن مش واحد اطول منك بمترين وعضلات وانت سفيف وتقول ان انت هتعفو. ما هو اكيد طبيعي ان الانطباع هيقول ان انت خايف منه، ده لوجيك. بس هي الفكره ان هو هل دايما ايوه انت ده مش هتعفو، صح؟ بس انا هي النظريه، ما هو هل برضك من المنطقي ان احنا نخش في خناقات وخلافات؟ على فكره زي ما مثلا بتعمل حادثه بالعربيه، في واحد اول ما يطلع من العربيه بيعتذر. انت مجرد اعتذرت للشخص انك ارتكبت خطا اكيد مش هيضربك تمام كده، حتى يا سيدي لو شتمك وقلت له انا اسف انا فعلا غلطان خلاص الموضوع انتهى. لكن انا عارف احنا مشكلتنا ان احنا نخش في جدال وخناق. او انت ماسكه من افاسي او انت في المجلس مثلا ضعف. مظبوط جدا، الغريب ان الاغلبيه في الضلال وبالتالي صار الحكيم ظالم والبلطقي كبير للاسف طبعا. وعليكم السلام يا صفاء. طيب نكمل بس القصه دي، يا راجل بتكمل وقتنا للنبي. يقول لك في راجل عنده 4 اطفال وحب ان هو يعلمهم درس رائع جدا، ان هم ما يحكموش على الامور بسرعه، ولازم وما تكونش نظرتهم للامور سطحيه. تمام؟ فوداهم المكان بعيد في شجرة كبيرة وطلب منهم ان هم يصفوا الشجرة ليهم. فالابن الكبير راح في فصل الشتاء، والابن الثاني راح في فصل الربيع، والابن الثالث راح في فصل الصيف، والابن الرابع الصغير راح في فصل الخريف. ولما رجعوا من رحلتهم جمعهم كلهم وطلب منهم ان هم يصفوا اللي شافوه. فالطفل الاول قال لك الشجرة كانت قبيحة وجافة. تمام، ثواني يا لولا،
كده تمام توصلي. كده تمام يا لولا؟ اه معلش يا باشمهندس. تمام اوكي زي الفل. فكل واحد بصت في الاول قال لك الشجره كانت قبيحه وجافه، في الثاني قال لك لا دي كانت مورقه وخضراء، الثالث قال ايه ده انا شفتها متغطيه بورود ليها ريحه جميله وفي غايه روعه الجمال. الخامس الرابع قال انا شايفها كانت مليئه بالثمار والحياه. قال لهم كل اللي انتوا قلتوه ده صح. وعليكم السلام يا امنا. كل اللي انتوا قلتوه ده صح. جميل. لان كل واحد راح في موسم مختلف. فما ينفعش ان انت تحكم على شجره او على شخص في موسم واحد او في موقف بعينه. فلا انت وانت استسلمت في وقت الشتاء فهتخسر جمال الربيع والإحساس الرائع في الصيف والحياة المثمرة التي في الخريف. تاني، إذا استسلمت في وقت الشتاء ستخسر كل جمال الربيع والإحساس الرائع في الصيف والحياة المثمرة في الخريف والحياة المثمرة في الخريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشان كده بيقول لك ايه، لا تدع الالم الذي يحدث لك في موسم معين يجعلك تخسر الفرح في بقيه المواسم، ولا تحكم على الحياه في موقف او مظهر واحد، وحاول ان تعبر فوق المواقف الصعبه والظروف المره، لان الله يعد لك اوقاتا احلى وحياه افضل. وعليكم السلام يا دكتورة هبة. أعمل بس في مواقف حاسمة تبين اللي قدامك من أول ورق. مفيش حاجة، أوكي وارد، بس هل أنت يا أحمد كنت عارف الحالة النفسية والمزاجية للشخص ده؟ مش أوقات يا أحمد بنتعرض لظروف وضغوط ومشاكل تخلينا مش في طبيعتنا؟ صح؟ آه حسن بيقول يعني عصبه واستنى الحلو جاي جاي ما تخافش، ده اكيد دي وجهه نظر ثانيه لان انت تنتظر السعاده، لكن في نقطه ثانيه وده اللي انا عايز اكلمكم فيها. ما تقيمش الشخص وما تقيمش انسان من موقف على واحد. الله يخليك يا رب. بتلتمس العذر، ده وارد يا احمد. لكن لو في كل الظروف وفي كل الامور هو شخص غلط يبقى ده شخص غلط يا احمد. بنلتمس العذر مره واثنين وثلاثه، مفيش مشكله، وارد انه يحصل خطا مره واثنين وثلاثه، لكن اذا كان هذا سلوكا عاما يبقى ده شخص فيه مشكله. لولا بتقول بس احيانا الناس بتتضايق علينا فصعب التعامل معاهم العادي، ده اكيد. وهل احنا من المتقبل ان احنا نسمح الناس تسخر مننا يا لولا؟ لا طبعا، مش مقبول ان حد يسخر مننا، غير مقبول، تمام كده؟ الا لو هزار، دي قصه ثانيه، هزار لطيف ظريف وكده ماشي، لكن سخريه على طول الخط او بقصد الاساءه ده غير مقبول. يمكن كان راي عبده، مثلا بيقول العمل بتاثر على السلوك، ده اكيد طبعا يا عبده. في مواقف تانية زي الأولى طيب. أنا من إيه أنا؟ مش فاهمها دي يا أحمد. قال لهم إن هم بيسخروا لا ما إحنا قلنا يا آلاء في فرق إن في هزار، هزار وده ما بيننا وبنهرج مع بعض ونهزر مع بعض وباين إنه هزار. في بقى إن أنا بسخر من شخص على طول الخط وإن أنا بقلل من قيمته، دي قصة تانية، ده غير مقبول. احنا نقول طيب ايه في حدود التعامل مع الاخر؟ اكيد يا احمد ان اي شخص انت بتتعامل معاه لازم تحط فماء يعني زي ما بيقولوا ايه خريطه للتعامل بحيث ما يكونش في اساءه، ما يكونش في عدم تقدير، وده شيء مهم جدا. زي ما بيقولوا التعامل افضل طريقه عند عدم الاحترام والتقدير، ده اكيد طبعا ده ما ينفعش واحد يتعامل مع ناس لا تحترمه ولا تقدره. احنا بنقول انا انا من رايي ان التعامل مع الناس في المواقف دي دايما نحب اننا نحن نتعامل.
تمام، قصدك تعامل الناس على ما قد نعامله، صح كده يا احمد؟ ما انت ما تكسش القصه بتاعت اعلمه الادب يا احمد. الجمله الاولى مثلا عندي مدرسه اتريقت عليا في موقف وقفتها عند حدها، بس بعد ذلك صرت ما احب اتعامل معاها، ابتعد منها. انا ما بقتش اتعامل معاها بكل موقف. ده تمام يا دكتور، مش مشكله. حسنين بيقول يعني النهارده نقول مثلا يقرع بينك وبينه وتقلل الاحترام اذا كنت له يقرع في الشارع قدام الناس كلها. هي وجهه نظر برضه حسنين. تمام. بس اقرع دي صفه وليست يعني هي صفه، يعني هو اكيد اقرع يعني اكيد ما عندوش صعب، دي صفه فيه. اوكي. بس اكيد طبعا مش من الهدف من السخريه يعني. الياس بيقول هو اولياء جهلين وبلداء ونحن من يجب ان نكون كامل التعاون معهم. ده اكيد طبعا يا الياس، وده شيء مهم جدا جدا. تمام يا حسن. اوكي. المهم ما تقيمش امر، ما تقيمش موقف، ما تقيمش شخص من لقطه واحده. قيم الموضوع من كذا زاويه، من كذا موقف، وليس من موقف واحد. من الخطا يمكن دوله برضه في خطا في موقفها، ان هي ممكن يكون ده موقف وحيد حصل فخدت تقييم عام للشخصيه. وارد يا لولا، ما قلتش ان هو صح ولا غلط، ممكن تكون انت كلامك صح برضه، وارد ان تكون الشخصيه دي ما كانش قصدها، وارد ان يكون قصدها. طب اقيم ده قصدها ولا مش قصدها ازاي؟ ان انا اشوف مدى تعاملها معايا على اكثر من موقف. اكيد نفس الشباب البشريه بتشيل يا احمد، ولكن نفس هذه النفس البشريه عندها القدره على التنوع وعلى قبول الاخر، وانها تفصل في اوقات، وانها تتحكم في مشاعرك في اوقات. هو ده النفس البشريه، نفس البشريه غنيه. لولا تقول بس يمكن بس شرط ان اطيق التعامل معها ابدا. تمام. فرد حسن هي بيريح كتير، مظبوط يا ليلى. غزة عن انت اكيد برضك انسان لا يحمل اكثر من طاقته. حسنين صحيح، كان واحد بقى كله كشر شهر كامل ما بيضحك، وفجاه شفنا عادي وبيضحك، ولما سالنا عن السبب قال في الشهر السابق ماتت والدته. لا اله الا الله. لذلك لم يكن يضحك وكشف السنه. اهو ده موقف واضح جدا ان الراجل مش كشري، ولكن حصل له ظرف طارئ ادى لهذا النمط بتاعه. تمام. طب بس عشان اشوف الكومنت. اللي بعد حسنين. عبده بيقول حسب مقارنة الشخصية هل هي شيئة او لا؟ الشخصية فيها الشر وفيها الخير متساوية يا عبده، ولكن في انسان بيعرف يتحكم في الشر، في انسان لا يقدر ان هو يتحكم فيه. الا بتقول انا كنت بشتغل بعقد في مكان حكومي وكان المرتب قليل، وان شاء الله هتحول لمكافأة شاملة وهتعين على الدرجة الثالثة من ساعة زمايلي في الشغل عرفوا وهم زعلانين وغيرانين جدا، بيقولوا لي ده أنت مؤهل عالي ومصير كبير المديرة لأن هم دبلومات وهتتعيني على الثالثة، ده احنا قعدنا سنين على ما أخدناه وهتبقى مرتب كبير، وهتبقى مرتب كبير وإيه وعرفي ده حقد وحسد. الياس هذه فطريات انسانيه طبعا، ده اكيد طبعا الياس. احمد طيب لو تعاملنا بالابتسام على الاخرين رغم ان انا اعطيتكم حقوق النفاق، مش مطالب ان انت تبتسم نفاقا للناس، ولكن انت بتبتسم صدقه يا احمد. شفت الفرق؟ في فرق ان انا ببتسم نفاقا في الناس وده مش صح، وان انا ببتسم ان انا بكسب ثواب من هذا الابتسام. مش الرسول قال تبسمك في وجه اخيك صدقه؟ يا اخي تصدق في وجهه. تمام كده؟ محمد الخوري، هل من الممكن ان اقيم شخص لسه بناء بتاع فريق بناء معاملته الاخرين ولا لما اتعامل معاه الاول؟ لازم تتعامل معاه الاول ده الاساس. عمر، ولكن بالتجربه يكون حكم على الشخص من الاول غلط. ما فيش حاجه اسمها انك تقيم انسان من اول المعامله يا عمر، لازم انت تقيم التجربه كامله. الا بتقول عارفين ان انا بحضر ماجستير ومصير اخد الدرجه الثانيه بسرعه، علشان كده عاملين عليه وقت على اعصابي، كل شويه يقعدوا يلقحوا بالكلام عشان يعصبوني ويطلعوني غلطانه ومش عارف اتصرف معاهم ازاي. تمام. الذكاء يا الاء، ان احنا عندنا حاجه اسمها ذكاء اجتماعي، شخص عايز يخليني اطلع بره الموضوع.
اركز في نفسي، اركز في نجاحي، اركز في طموحي. لو انا شغلت نفسي بالاخرين عمري ما هنجح وعمري ما اوصل. وبالتالي شطارتك يا الاء تركزي في خطتك في بلانك، ما تركزيش في الناس. لو ركزت في الناس هتفضلي محلك سبب. اياكي 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 يا الاء، تمام؟ اقرا المعطيين دول بينقوا عليكي، صح يا حسنين؟ الاباء بتقول ممكن بيقولوا عليا طيبه وعبيطه، تمام؟ لو ده صح يبقى مشكله يا صفاء، لو ده غلط انا شايف ان الطيبه شيء كويس بس تتحط في المكان، يعني استغلال الطيبه في مكانها وليس مش دايما، ما يبقاش تزايد. يقال تمام يا احمد. اشعر التجاهل عدم مجاهله لانها غير موفقه ولا هادفه، مظبوط. الاهتمام بطريقه المرسوم صح جدا يا باشمهندس. استغلال، لا لازم يبقى في حدود يا صفاء، لازم يبقى في حدود علشان ما بقاش انا شخص الناس بتستغلني والناس بتلعب بيا، وده مش صح. انا لازم ان انا احط حدود قويه ما بيني وبين الناس. احنا بنقول لو ده صح بيبقى مشكله في ايه؟ ان طيب لا انا برد على صفاء، على الطيبه. الطيبه مش مطلوبه، يعني الطيبه في مكانها صح، لكن ما ينفعش ان انا ابقى ساذج، ما ينفعش ان انا ابقى يعني ناس تضحك عليا او تستغلني، ده مش صح. عشان كده بقول ان انا لازم احاطط حدود في التعامل مع الناس علشان ما اكونش مصدر استغلال. باشمهندس اجر، ولا ده لازم اهم حاجه تتعامل وتتواضع معاهم دايما، ولا يعني في النقد ولا يجعله النقد الدافع الاساسي للتنمية الامام. يا لا برافو عليك يا باشمهندس. تغيير المكان او الناس مش دايما حاله ممدوح، لانك كونك بتغير، غيرت المكان لقيت المكان التاني برضك وحش، غيرت الناس لقيت الناس التانيه وحشه، فلا غير في اسلوب ادارتك مع الناس. ملاذ فتح، لكن عندما تقول لا بياخدوا عنك فكره انك شرير. لا براشونال يعني بتقييم مظبوط، ما فيش حاجه اسمها شرير يا ملاذ. ربنا يكرمك يا الياس، وتحيه كبيره مني لاهل المغرب كلهم. انا احسن تمام صفاء، ما احنا متفقين يا صفاء، ولكن مش عايزين نضايق على اعصابك ولا على حسابك. احمد طيب ممكن يكون خدوا عن انطباع شيء، ولا الانطباع الاول بيدوك كتير؟ يعني طبيعي ان احنا ناس واحنا اوطان عربيه، الانطباع الاولاني بيدوم بشكل كبير. دي قصه كبيره هنتكلم فيها يا احمد، لا تقلق، ممكن هنتكلم عليها ازاي نغير انطباعنا عن الناس. الانطباع الاول يدوم فكره خاطئه، مظبوط يا باشمهندس، ولكن للاسف الناس المشاعريين او العاطفيين بيبقى عندهم الانطباع الاول خاطئ. ساندي بتقول عندي تعليق في الوقت، اوقات بتكون مثلا خدت قرار كنت مقتنع في وقت انه صح، وبرغم ان كل اللي حواليك شايفين ان القرار ده غلط، مع الوقت ممكن عقلك الباطن يقتنع بكلام الناس ده ويتعامل على الاساس ده، وقتها بتبدا تشوف الموضوع عن وجهه نظر مختلفه عن وجهه نظرك الاولى. فاكر يا ساندي لما اتكلمنا في الموضوع ده قلنا ايه؟ لما باخد قرار مصيري لازم يكون قرار مبني على العقل، صح كده؟ وبالتالي لازم اكون دارس الموقف صح، بشوف كل وجهات النظر السليمه، وبناء عليه بحط قرار، ما بسيبش الامور للتنوع، تمام كده؟ طيب وارد ان احنا نغلط، وارد طبعا، ايه المشكله؟ مش عيب الانسان يغلط، مش عيب الانسان يغلط يا فندم، العيب ان هو لا يصحح اخطائه او ما يتعلمش من اخطائه. بالظبط، وده اللي احنا مش عايزينه يا صفاء، ان ممكن تيجي الموضوع على اعصابك. محمد يقول اوقات في اشخاص بنقبل منهم الهزار، مع هو الوقت بيبقى ايه؟ قله قيمه، مش بيرجع عن موقفه مهما قلت له، بيبقى الموقف وقتها اني اقبله اوقع علاقتي بيه، طالما الموضوع دخل في الكرامه والاحترام، غير مقبول ان حد يعاملك بقله احترام يا محمد. ملاذ لا بتكون بتناسبك. اوكي. ملاذ بتقول لا بتكون بتناسبك، لكن هم بتناسبهم.
ولا بتدوم في مصالحها. أهم علاقات النجاح يا ملاذ هي علاقات قائمة على النجاح المتبادل، أنت بتكسبي وهما بيكسبوا، علاقة أنت خسران وهما كسبانين علاقة فاشلة، أنت كسبانة وهما خسرانين علاقة فاشلة، وبتنتهي في النهاية. فلا، أنا عايز العلاقة يبقى فيها نجاح من الطرفين ومناسبة للطرفين. ساندي بتقول ما هو المشكلة إن القرار اتاخد خلاص من غير تفكير بالعقل. شفت بقى قلت إيه يا ساندي؟ خدت القرار من غير ما تفكري بالعقل، يبقى أكيد قرار نسبة الخطأ فيه هتبقى كبيرة، صح ولا غلط؟ وده ما إحنا مش عايزينه يا ساندي. ماشي؟ بس مش مشكلة، إحنا مش هنعيط بقى على اللبن المسكوب، نبتدي بقى نصحح حاجة خالص. كريم بيقول دائما اثق بالاخرين رغم انني دائما اجد ان من اثق فيهم بتصدم فيهم، وده غلطه كبيره يا كريم، لازم تقييم للاخرين يكون تقييم موضوعي. احمد بيقول نظرا لمعرفتي ان النسبيه بس هو في قرار صح، بس اي قرار على المطلق هو الاختيار الوحيد اللي صح. وجهه نظر برضك يا احمد. إياس بيقول نعم، العقل هو الذي يوجه للصواب، والعاطفة غالبا ما تتبنى على الذاتية وليس الموضوعية. مظبوط جدا يا إياس. ليلى، أنا قابلت ناس كتير من أو تعامل تمام أو من تعامل أخذت انطباع عنهم خطأ، لكن لما اتعاملت معاهم عرفت اني حكمت عليهم غلط، وده وارد طبعا يا ليلى. هو اتغير الطباع، يعني الطباع الاول مش شرط يدوم، ده اكيد طبعا يا ليلى، الطباع الاول مزيد. بهاء بيقول عايز ندور بوينت قبل المحاضره، هتنزل على الجروب بتاعنا يا بهاء، لا تقلق، هنحط لكم دلوقتي اللينك بتاع الجروب. ساندي بتقول طيب ازاي نعرف اننا كنا صح ولا غلط، او اذا كان القرار الصح يبقى صح غلط؟ ده احنا في امر واقع. هقول لك يا ساندي بس في نهايه المحاضره هقول لك ازاي نقيم قراراتنا بطريقه سليمه. في كده؟ في زي ما اتفقنا كده، انتوا معاكم الاكونت بتاع الفيس، تقدروا تتواصلوا معايا في نهايه المحاضره. اوكي؟ حاضر حاضر، هنديكم الرابط دلوقتي يا كريم. احمد بيقول لما يتوافق القلب والعقل ودي قرارات القلب المتهمه بالخطا. تمام، لا مش شرط تبقى قرارات القلب كلها بالخطا، ولكن دايما العقل بيؤكد اذا كان القرار سليم ولا غلط. يا احمد هو ده المطلوب. حسين بيقول في الوظيفه الانطباع الاول في التميز بيدوم، يعني اني كنت متميز في بدايه عملي، وفي بعض الاوقات كنت اتغيب وعملت نوعا ما وما زلت متميز. عشان في الاعمال بالذات يا حسنين بيتم تقييمك قوي في اول 6 شهور، حتى بيقول لك كده ان اول 6 شهور فتره اختبار، صح ولا غلط؟ فدايما بيقول لك ايه، طالما حسنين اول ما دخل الشركه كان بيركز وبيجتهد، هو ده الانطباع الفعلي عن حسنين. كون بقى ان حسنين بدا ان هو يقلل شويه من كفاءته او انه بدا يهمل شويه، ممكن يكون عنده ظروف عنده مشاكل، فاحنا هنراعيها. بس هي دي نظريه فقط يا حسنين، ولكن برضك لازم مديرينك يراعوا النقطة دي علشان كيرفك ما ينزلش. ده تاني يا شباب الأكونت بتاعي، علشان اللي حابب إن هو يتواصل معايا تاني ما لحقناش من أول المحاضرة، وده اللينك بتاع الجروب بتاعي على الفيسبوك عشان تقدروا تنزلوا المحاضرة بعد نهايتها إن شاء الله. تمام، والمحاضرة مسجلة طبعًا. طبعا المحاضرة مسجلة، ما تقلقش يا بهاء، المحاضرة مسجلة فيديو، فتقدر انت برضك تشوفها فيديو بإذن الله. ده سؤال برضك إجابة على سؤال بتاع ساندي، صح يا ساندي؟ ساندي كنت بتقولي على الواحد ياخد قرار وإيه القصة ممكن تمشي إزاي؟ طيب هنسمع القصة دي يا ساندي، معرفة العواقب. نعمل حاجة هنعرف اللي ممكن يحصل لما هاخد هذا القرار. القصة دي ظريفة جدا، ركزوا معايا فيها. يقول لك واحدة ست راحت مجلس فيه تجار عشان
بيعرضوا البضاعة بتاعتهم كده. فقالت قالت لهم أنا عايز خدمة، يعني طلبت يعني شافت تاجر كده من التجار اللي قاعدين وقالت لو سمحت أنا عايزاك في خدمة. قال لها اتفضلي. قالت له بص أنا جوزي راح الحرب من 10 سنين وما رجعش لحد دلوقتي وما جاش عنه أي خبر. لها ربنا يرجعه لك بالسلامه. قالت له بص انا عايزه راجل يجي معايا لحد القاضي ويقول ان انا زوجها وان انا هطلقها، تمام اوكي، عشان انا بقى عايز اعيش حياتي، مش هفضل طول حياتي مضبوطه على زوج مش راجع. قال لها طيب وهتديني كام؟ قالت له بص انا هديك 20 دينار اوكي زي الفل كده تمام. طيب اما الراجل ايه؟ قال قشطه موافق صح. الست خدت الراجل وراحوا للقاضي وقالت له يا سيد القاضي انا دلوقتي زوجي دوت كان في الحرب وهجرني 10 سنين ولسه راجع دلوقتي فانا طالبه الطلاق منه. فقام القاضي قال له انت جوزها؟ قال له اه. قال له قال له انت عايز تطلقها؟ قال له اه. قال له وقال للست طب انت راضيه بالطلاق؟ قالت له ايوه في حاله القاضي. قال له قام القاضي قال للراجل ايه؟ خلاص طلقها. قام طلقها. قال لها انت طالق. قالت له حاله القاضي الست بقى قالت له حاله القاضي جوزي سابني 10 سنين من غير ما ينفق عليا وما يهتمش بيا، انا بقى عايزه النفقه بتاعت العشر سنين ونفقة الطلاق، مش هو طلقني يبقى انا ليا نفقة العشر سنين اللي هو سابني فيهم وعشر ونفقة الايه؟ الطلاق. قال لها طب الراجل بص له كده قال له يعني انت سبتها 10 سنين وما سبتلهاش اي نفقه تمام تنفق عليها؟ قالت له ايه؟ تمام كانت دهون عظيم مظبوط يا اشرف تمام تمام يعني انا اسود فعلا اوكي. قال له اه. فالراجل قال لا اه طيب انا اسود الست دي وقعتني في مصيبه. قال له انا كنت مشغول وما عرفتش اوصل لها. قال له خلاص هتدفع لها 2000 دينار نفقه. بالظبط كان يقول هي اللي خلعتني تمام. يا ابن الستات فعلا الشيطان الظاهر يا نهار ابيض اوكي مش الكل يعني اكيد طبعا يا نور احنا بنهرج مش قصده طبعا اوكي تمام راجل عبيط. طيب المهم فقال القضية تدفع 2000 دينار نفقة. طب ده دلوقتي بالظبط. لا لا مش ده جديد على طبعا يعني اشرف مش الدرجات دي. انا كده مش عايز تكمل المحاضره ولا ايه؟ طيب المهم خلاص الراجل بقى ايه؟ قال له انا اجرت خلاص بقى يبقى كده هو شهد كده وهيتسجن وهيتجلد ملوش حيله. قال خلاص هدفع فدفع ال 2000 دينار للست. قامت الست ايه؟ اديت له ال 20 دينار اللي هما اتفقوا عليها تمام كده. فالراجل وقع يا اما ان هو يقول ان هو كان كذاب قدام القاضي وساعتها هيتحبس يا اما وطبعا سمعته هتبقى زي الفل لا صاحب حق طبعا ما كذبتش عليه صح كده بالظبط يا صبا يستاهل. شفتوا ادي اخرة الكذب لا تكذب كله بيرد الله ده اكيد يا داليا يعني تغش الراجل قالت له انت هتقضي هنا وادي لك 20 دينار كذبت ما كذبتش شفتوا بقى كذب كده ودفع فلوس. لا تكذب لا تكذب لا تكذب ولا تفعل شيء لا تعلم عواقبه. لا قصدك اتقرب من المرأة تمام يا أميرة
اوكي، والعفو عند المقدرة بالظبط كده. اوكي، شفت القصة دي؟ اوقات بتعمل موقف يعني اللي هو ما بتحسبهاش. شفت بقى يا سندي؟ خدمة ما اشوف دي تجربة حياتية. اخرة الحرام بالظبط كده يا كريم، ده اخرة الحرام واخرة الكذب. عامل خير، ما هو ده خير يا حسنين، ده اتهرج. الطماع بيشمته، بيشمته الكذاب. مظبوط جدا يا الياس. هي دي الفكره. انت لما تيجي تعمل حاجه في حياتك، لا الصوت اعتقد كويس يا ايمي. ده كان قصده، قصده يطلع يا عم تعيش حياتها، مش مهم الفلوس صح كده. طيب المهم نطلع من القصه دي بحاجه مهمه جدا. انت ما ينفعش ان انت تاخد قرار ما تعرفش العواقب بتاعك. ما تقولش بقى اصل عواطفي، اصل مشاعري، اصل احساسي. طالما مش عارف العواقب من قرارك، خلي بالك شيء مهم جدا ان انت تبقى حاسب حسبتك صح. جميل؟ اوكي. ثاني بتقول طبعا، طيب يا دكتور دلوقتي القرار اتاخد بغض النظر كان صح او غلط، بس النتيجه ان مفيش ارتياح للقرار ده، يبقى لازم نصوب القرار ده يا سامدي ونشوف ايه البديل بتاعي علشان ان انا ما استمرش في الغلط. اوكي؟ يعني ان انا حصل قرار. تمام كده بالظبط كده. صحيح العواطف بتغلب اكيد يا لولا، العواطف اوقات بتغلب، بس ما انا ما ينفعش افضل حياتي كلها في عواطف توديني في داهيه. سؤال الرجال عمل، الراجل عمل ايه؟ نهايه القصه؟ خلاص خلص، هيعمل ايه؟ ثاني ولا حاولنا نصلح الغلط اللي حصل فيه، نتائج كتير هتترتب عليه. ممكن تكون اصعب من استمرارنا في القرار ده. بصي، ممكن تكون قرارات صعبه، ممكن يكون موقف صعب. بالظبط، بس هي الفكره يا ساندي، اوقات بنتخذ قرارات صعبه عشان نصحح مسار. ده ما كانش فيه عقد بقى يا الياس، ده كان زواج بقى ايام زوجتك نفسي قبلت الزواج مش اكتر يعني. اتنين شهود وامشي وامشي يا بنت بالظبط كده. طيب القصه اللي جايه بتاعت نجمه البحر. نجمه البحر دي قصه برضك مهمه جدا. بيقول لك كان في طفله ماشيه مع والدها، ماشيين على الرمله، و جت اثار عاصفه هبت، فلقوا ان في الاف والاف حيوانات نجم البحر، اللي هو نجم البحر دوت، موجوده على الشط ميته. تمام؟ وفي بعضها في الرمق والاخير خلاص. فالبنت الصغيره لقت ان في نجم البحر لسه عايشه، فقامت جريت بسرعه ودتها في البحر. تمام؟ وجريت ورمتها في البحر عشان تعيش. تمام؟ وحاولت انها تعيد اللي تقدر لسه عايش ترجعه تاني البحر عشان ما يموتش. وهي عماله تعيط. ليه بتعيط؟ علشان في مئات الالاف من نجوم البحر ماتوا. صح؟ فابوها قال لها يا بنتي انت انقذتي نجوم بحر، ممكن عشرات. تمام؟ لكن مش هتقدري تغيري من الواقع الأليم لهذه المأساة. تمام؟ يعني مش هتقدري تنقذي الآلاف دي كلها مرة واحدة، أنت أنقذتي اللي تقدري تنقذي اللي هم العشرة دول. طيب، قامت البنت وصلت لباباها قال لها إيه؟ قالت له ده لا يعني للعالم شيء إنقاذي لتلك النجمة المسكينة. صح؟ لكن بيعني كل شيء للنجمة نفسها، يعنيها العمر كله والخلاص كله والدنيا كلها. شفت بقى؟ هو انا ممكن كوني ان انا انقذت نجمة مسكينة ده عادي بالنسبة للعالم ولا هيفرق. صح؟ لكن بالنسبة للنجمة نفسها دي حياتها. تخيل واحد أنقذ حياتك
هتعمل له ايه؟ لا قدر الله مش عارف، كنت في بحر وكنت هتغرق، فواحد انقذك من الموت، هتعمل معاك ايه؟ هتعمل معاه ايه؟ سوري صح. من احياها فكانما احيا الناس جميعا. مظبوط جدا يا حسن، مظبوط يا ليلى، تفضل يا طبعا. ده بيصير صاحبي وشريكي في العمل، تمام يا حسين. حلو يا زوجي، عظيم حياتي، تمام. لا يقدر طبعا يا كريم، مظبوط. لو بنتحر هضربه، انت بتستهبل بقى. طيب اكيد جمله معبره فعلا. يائس، ان نوقد شمعه خيرا من ان نلعن الظلام. ممكن تعمل حاجه حلوه في حياتك احسن من انت تفضل تشتم وتسب وتقول ايه بقى، البلد وحشه والظروف وحشه والدنيا وحشه والاقتصاد وحش، مفيش حاجه كويسه ومفيش امل ومفيش مفيش مفيش. على فكره كونك بتلعب الظلام مش هيضيق شيء، لكن كونك اضاء شمعه واحده ده هيغير، على الاقل هيضيق لشخص او لشخصين، ممكن ده يفرق في حياته، تمام. فهو ده الدرس اللي احنا نتعلمه من هذه القصه، فكره ان احنا ما ننظرش للامور بنظره سلبيه، ممكن حاجه بسيطه انت بتعملها تفرق مع ناس كتير جدا جدا. بالظبط يا الياس، جمله لو فهمها العالم لكنا في سلام. مظبوط جدا يا اخي. كوره تقول ننظر للنصف كاس المريع. مظبوط جدا يا لولا. حياتنا ايه قصتنا؟ يقول لك انت ازاي بتشوف حياتك؟ بتشوف نفسك ايه؟ بتشوف انت ليك لازمه ولا مالكش لازمه؟ القصه دي مهمه جدا. يقول لك واحد مدير مشروع في عماره بتتبني، فرايح بيبني مبنى كبير في فرنسا، فقرب لواحد من العمال فبيقول له إيه؟ انت بتعمل ايه؟ قال له بص انا هنا بكسر الحجر بآله بدائيه وبرتبها تمام زي ما مديرنا زي ما رئيس العمال قال لنا، وهو قاعد في الحر وعرقان والدنيا صعبه جدا. فالراجل سابه، مدير المشروع سابه، راح لعامل تاني قال له انت بتعمل ايه؟ قال له يا سيدي اهو عمالين نجمع في حجاره، بنقسم بنشكل الحجاره دي لقطع نقدر ان احنا نستخدمها كطوب، وبعد كده بنجمع الحجاره دي حسب تخطيط المهندس المعماري، وانت عارف ده شغل متعب وشغل يا ريت ربنا بس يكرمني واشتغل شغلانه احسن من ديت، وبرضك الموضوع اللي انت بتعمله النهارده هو اللي بعمله بكره، مفيش تغيير، بس اهو نعمل ده عشان ده قوت يومنا انا ومراتي وعيالي، وافضل ان انا ايه اكون عايش من غير شغل، تمام. سابه وراح للعامل تاني، فبيكلم فيقول له انت بتعمل ايه؟ فالعامل التالت قال له ايه؟ انت مش شايف ولا ايه؟ انا بعمل ناطحه سحاب، انا جاي هنا عشان ابني ناطحه سحاب، انت مش شايف بنفسك ولا ايه؟ شفتوا؟ ثلاث اشخاص بيعملوا نفس الحاجه وكل واحد شافها من وجهه نظر مختلفه. الاء بتقول طريقه نظرتك للاحداث اساس للتميز في عملك. مظبوط جدا يا الاء. عشان كده لازم تنظر للامور من الزاويه الايجابيه، وتتمتع بالحاجه اللي انت بتعملها، وما تحبطش نفسك فيما تفعل. الحياة تستحق منك أن تبتسم وأن تعمل، ولازم أحب عملي. مظبوط جدا يا صاحبي، صح؟ كونك بتحب عملك هتستمتع بيه وهتأدي فيه وهتكبر فيه وهتتطور فيه. كونك بقى بتشتغل شغل روتيني بشغل على الأد، لن تتطور ولن تعلو، وهتفضل حياتك كئيبة وفاشل، مش هتوصل لاي حاجه. حب الحاجه هتفكر فيها بعقلك، هتنفذها وتعملها بايدك افضل، ده اكيد طبعا يعني. القصه اللي بعد كده هي قصه كن لبقا. كن لبقا، ايه قصه كن لبقا دي؟ احمد حلمي قال في احد الافلام حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، هو فيلم تسليه لكن كلمه رائعه. هي طبعا كلمه محوريه جدا يا حسن، لازم طالما انت بتعمل شيء حبه لحد ما ربنا يكرمك وتعمل ما تحب، خدها خطوه. صحيح تماما، الحب هي الوصفه السحريه التي تجعلنا نحطم المستحيل. مظبوط جدا يا لولا. بتقول هو هذا هو الذي يصبرنا عندما نيأس اننا نبني امنيات المستقبل، وده شيء رائع جدا يا لولا، انك تكوني
مصدر لبناء امهات المستقبل. طيب موضوع اللباقه بقى قصه شهيره عن السيده عائشه رضي الله عنها، قالت ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم ان اذا كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبه. الرسول بيقول للسيده عائشه: انا عارف اذا كنت راضيه عني او غضبانه مني. قالت له: ازاي؟ من اين تعرف ذلك؟ قال: اما اذا كنت عني راضيه فانك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت رب قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قل أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. عليه الصلاة والسلام. شفتوا يعني هو بيقول لها، يقول السيدة عائشة: أنا عارف أنت إمتى تكوني فرحانة ومبسوطة مني وإيه راضي عني، وإمتى تكوني زعلانة. أنت لما بتكوني راضية عني بتقولي لا ورب محمد، ولما تكوني زعلانة مني تقولي لا ورب إبراهيم، صح؟ فدي لباقة من السيدة عائشة، تمام؟ مش إن أنت بقى لما تكون زعلان من حد تقول له روح يلا، أو يعني تزعق في وشه ولا تخشر في وشه، لأ، ده هو بس بتغير كلمة بسيطة، وعليه الصلاة والسلام بفطنته فهم امتى تكون مبسوطة منه وامتى تكون راضية عنه. عشان كده لازم نتعلم ان الحياة عمرها ما هتسير على وتيرة واحدة. اكيد هيحصل سوء تفاهم، اكيد هيحصل خلافات، اكيد هيحصل مشاكل ما بين الناس، لكن ما تنساش ان لما يحصل مشكلة، تمام، لازم في خلق الأدب واللباقة وحسن التصرف وآداب التحدث والتعامل مع الآخرين. تمام. عايزين نقول احنا عكس مراتك لما ترضى عنك انواع الطبخ والحلويات، ولما ترضى منك تطبخ بس وطبخ مالح تمام. ده كويس انها تطبخ وتحتميك وتطبخ بتبوش اساسا وتكون زعلان. اوكي؟ تمام. صح كده؟ فخليك لما يبقى عندك مشكله حاول انت تكون لبق في التعامل، بتستخدم طريقه مهذبه، كل ده بيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا وانت بتخاطب الناس. تمام. لانه اللي يهمك اكلك، شوف دول داخل في طاقه تاني، اصل انت وانت همك على بطنك، مش مهمك هي اكيد شقيانه ازاي وتعبانه في ايه وانت جاي تاكل وخلاص، صح يا لولا؟ طيب. طيب اخر قصه هنتكلم فيها النهارده هي المشكله والحل. ايه قصه المشكله والحل دي؟ طبعا ويعني انا كنت بلعب في الشارع مثلا، انا شايف تمام خلاص يا حصانين مش وقت دلوقتي. اوكي، ايه بقى قصه المشكله والحل؟ بيقول لك هتاخد كذا مثال ونشوف الحلول المتاحه. وكالة ناسا الفضائيه لما كانت بتبتدي تجهز الرحلات للفضاء الخارجي لقوا ان في مشكله كبيره، وان المشكله دي بتتمثل في ان رواد الفضاء عندهم مشكله في الكتابه. ان يعني يكتب ما بيعرفش يكتب، ليه؟ لان الاقلام الجاف بتفقد القدره على الكتابه بسبب انعدام الجاذبيه الارضيه. صح؟ فبالتالي الحبر مش هيسقط من هيسقط من القلم على الورق باي حال من الاحوال. فيعملوا ايه؟ وكاله ناسا، هنلاقي ان وكاله ناسا عملت ايه؟ صرفوا بقى ملايين وفلوس، حوالي 12 مليون دولار، علشان يطوروا قلم جاف يقدر يكتب في حاله انعدام الجاذبيه. تمام؟ مش بس كده، ده كمان يقدر يكتب على سطح املس حتى الكريستال، يقدر يكتب على الكريستال ويكتب بدرجة حرارة توصل ل 300 درجة مئوية. شفتوا العبقرية عملوا ايه؟ 12 مليون دولار عشان يعملوا قلم جاف يكتب حالة انعدام الجاذبية والكتابة على سطح عمل. صح، ماله رصاص؟ صح، هو ده بقى اللي عملوه الروس. صح يا ملاذ انت وسندي.
الروس لما لقوا نفس المشكله دي قالوا خلاص بلاها لام جاف، احنا نطلع بقلم رصاص. يعني هي المشكله ان انا اكتب بقلم جاف ولا انا مش لاقي اكتب؟ خلاص يبقى نستخدم قلم رصاص بدل ما استخدم القلم الجاف. شفت الفرق ما بين تفكير الامريكان وتفكير الروس في الحل البديل؟ صح، شفت ايهم كان حله افضل؟ ها مين كان الحل الافضل؟ الرصاص. صح، ما كلفهمش الروس، حل الروس كان افضل لان هم وفروا 12 مليون دولار. اتكلم فيه يا جماعه، وفروا 12 مليون دولار تمام، وابحاث علميه ورايح جاي. تاني الحل بسيط جدا، ان انت تطلع بقلم رصاص كلفهم كام يعني؟ جنيه. طيب المثال التاني، المثال التاني بيقول لك مره في اليابان مصنع صابون ضخم لو عندهم مشكله كبيره جدا. ايه بقى هي المشكله بتاعتهم؟ قال لك الصناديق الفارغه اللي ما بتعدى فيها الصابون لا مش حقيقيه ممدوح، هي فكره ان هو عايزين يخلوا القلم الجاف يكتب في الفضاء، فعملوا ابحاث عشان يوصلوا للحراره دي. تمام اوكي. طيب المهم المشكله بقى والحل، قلنا مصنع كبير، مصنع صابون وعنده مشكله. ايه المشكله بتاعتهم بقى؟ ان الصناديق الفارغه اللي ما بتعديش فيها الصابون عشان مشكله في التعليق. تمام كده، فماذا يفعلوا الكشف عن الصناديق الفارغه من الصناديق المعبئه؟ ان هو دلوقتي في صناديق مليانه وفي صناديق فاضيه، حلو، مش عارفين بقى حصل غلط. تمام كده، هيشتغل على الصناديق يفرقوا ما بينهم ازاي؟ حد عنده حل؟ الويت، يفتح الكراتين، هيفتح كل الكراتين يا حسنين علشان يعرف اذا كان العلبه مفتوحه ولا مش مفتوحه. ممدوح بيقول الويت الوزن، عمر بيقول المروحه، المروحه ايه علاقتها؟ اشرف مشهد اقدر اقول حساس وزن او حساس ضوئي للفراغ، وجهه نظر. انا بس عايز افهم ايه نظريه المروحه دي لعمر عشان افهمها. بس في حد كتب يجيب هواء يطير الصندوق الفارغ. تمام، هيطير الصندوق ممكن. تمام، طيب قال لك اليابانيين عملوا ايه؟ هيبص على المروحه يعني الكرتونه اللي هتطير تبقى فاضيه، وجهه نظر. لا اليابانيين قالوا ايه؟ انتوا عبقريه، انتوا ناس عواقع على فكره والله العظيم دي حقيقه. اليابانيين فكروا ان هم يجيبوا زجاج يعمل باشعه سينيه عشان يكشف على الصابون داخل الصناديق، ويحطوا امام خط خروج الصناديق باسم التسليم. تمام كده؟ وعينوا عمال جدد علشان ايه؟ يقوموا بعدين الصناديق الفارغه اللي كشفها الايه؟ مشوار. صح كده، حل البديل ما شاء الله زي ما عمر قال موضوع المروحه، ان هم جابوا مروحه الكترونيه وظبطوا قوتها بما يناسب وزن الصندوق الفارغ ويوجهوها، فالصندوق الفارغ اللي مليان الفاضي يقوم واقع واللي مليان يفضل زي ما هو. نظريه فظيعه، شفت جو مروحه من محل بتاع المراوح والغسالات. ميد ان ايجيبت بالظبط كده بقى. تمام ما شاء الله، هم ده اللي فعلا استخدموه، شغل مروحه والمروحه بتطير بالصناديق الفاضيه. محلك رائع يا عمر. هيقعد واحد يخبط الكراتين برجله والجايده مليانه، يا نهار اسود. عمر ياباني مظبوط يا الياس. الحل بتاعي مش حلو، انهي حل يا حسنين؟ انك تنفخ؟ انك تفتح وتلزق تاني. ماشي، هو مش بيبيعوا كرتونه واحده يا حسنين، ده هي ده 1000 كرتونه، هيجيبوا 1000 عامل عشان يفتحوا؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ انظر الى حل المشكله ولا تنظر الى المشكله نفسها. فكر في الحل البسيط والايسر. فأين المشكلة إذن؟ المشكلة إنه لا توجد هناك مشكلة. هناك أناس بابعون في حل المشكلات بطريقة سحرية وسهلة، وهناك آخرون بابعون في خلق المشكلات من لا مشكلة. نزل الأعمال بغلاوة، صح، وجهة نظرك يا حسن. طيب يا تاني، يبقى أنت بص، يعني في ناس بتقعد سنين تفضل تفكر في المشكلة وتسيب الحل. إحنا عندنا مشكلة بطالة، عندنا مشكلة بطالة. يفضل 10 سنين نتكلم في مشكلة البطالة. طب إيه بقى الحلول؟ ده اللي إحنا عايزين نفكر فيه. تمام، باشمهندس أرشد بيقول أنا شفت النوايا الجديدة في شركة سيمنز. تمام، ده شيء رائع. أعتقد شركة سيمنز من الشركات الكبيرة اللي عندها درجة عالية من الابتكارية، تمام كده؟ وبالتالي يا شباب أنت فكر في المشكلة نفسها، فكر في الحل، مش تفكر في المشكلة، فكر في الحل البسيط والسهل. مش هتلاقي مشكله، لكن في ناس بتختلق مشاكل وده كارثه. بالظبط، استدعي الياس عمر في على فكره عمر مغربي زيك يا الياس.
تمام. باشمهندس اشرف بيقول بس لما دخلت مصر شبابنا كان ممتع. اكيد الشباب المصري شباب ممتع، بس دي له الفرصه ودي له الامكانيه، ودي حقيقه يعني، دي امكانيات، وعلمه صح هتلاقي ان هو بيبدع بشكل كبير جدا. نفس الكلام على كل الشباب العربي، تمام كده. فاضي ما عندوش شغل بيعمل مشكله علشان يحل ويشتغل عندنا في العيله من هذا الصنف. تمام تمام يا حسن، اوكي كده كده احنا خلصنا محاضرة النهاردة، المحاضرة الأولى من كورس فن إدارة المواقف. أتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة، ده أول كورس، أول كورس ده أول مرة أديه، فيعني أتمنى إن هو كان كورس ظريف.